اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كرحب بكم من جديد، فيديو جديدة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة وانتم كتشاهدوا. دائما مع جديد المنظمات والادوات والاجهزة والافكار والحيل كيفاش تنظمي المنزل ديالك، ادوات اللي هي متوفرة في جميع البلدان واللي غتساعدك في الترتيب المنزل بكل سهولة. فبالنسبة لهاد الادوات والمنظمات الموجودة في هذا الفيديو فغتلقاوهم في ايكيا طبعا موجودة ومتوفرة، كذلك في موقع امازون للبيع ديال الاجهزة الالكترونية والمنظمات. فكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم فغتاخذوا افكار اللي هي زوينه بزاف. خليكم مع تتمه الفيديو الى الاخر. ولأول مرة كيشاهد القناة كنتمنى أنكم تشرفوني بالاشتراك والضغط على زر الجرس وتختاروا الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. أيضا ما تنساوش لي لايك ديالكم، فهكا كتحمسوني وتشجعوني يا أغلى متابعين ومتابعات. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعة والدعم اللي خدتكم عليا. وكما شفتوا معايا أدوات ومنظمات وأشياء اللي كتنظم وترتب سواء المطبخ أو الغرف او الحمام، شي حاجه اللي هي ضروريه منها واللي غتعشقها كل سيده بيت. شوفوا معايا الفكره ديال هذا الدرج، فهي فكره جد ممتازه، فشي حاجه اللي هي روعه. كذلك هنا مجموعه ديال المنظمات ديال الزجاج، وايضا كاين منظمات اللي هي متوفره على اشكال متنوعه. فهاد المنظمات كما قلت لكم راهم موجودين بالنسبه اللي باغي ياخذهم، متوفرين في ايكيا. فهاد المنظمات كما شفتوا معايا فيمكن لكم انكم تضعوا فيهم توابل قطاني، فهما متعدده الاستعمالات. فهاد السيده كتعطيكم افكار كيفاش تنظموا المطبخ ديالكم باش يبان مرتب ونظيف. شوفوا معايا الافكار كيفاش ايضا كترتب من تحت الخزانه ديالها او بلاكارات، شي حاجه اللي هي روعه. واكيد غادي نستافدوا حنا كاملين من هاد الروتينات بالنسبه لهاد السيدات. شوفوا معايا تنظيم ولا اروع، كل حاجه في بلاصتها على حسب كل حاجه والنظام ديالها. وندخلوا على هاد الفكره ديال تنظيف ديال الفرن، ففكره اللي هي جد رائعه وممتازه. فهاد البرودوي فهو بالنسبه انه كيتباع، فبالنسبه للناس اللي غادي يسولوني على فين تقدروا تلقاوه، فتلقاوه في موقع امازون. شوفوا البرودويات المكونات اللي هي اساسيه في التنظيف، ايضا فكره كيفاش تفتحوا الفرن، شوفوا قبل وبعد. فبالنسبه للتنظيف ايضا بمكون جد رائع ومجربه انا شخصيا، فيمكن لكم ديروا بيكربونات ديال الصودا وتزيدوا عليه شويه ديال الخل وشويه ديال الصابون البلدي. فهاد المكون جد فعال، غتخليوه واحد شويه وتبداو تنظفوا بالماء ساخن، فهي النتيجه غتكون جد مرضيه وبطبيعه الحال غادي تكون جد فعاله، فغتشكرني عليها بزاف. كذلك انني انا مجربها شخصيا في التنظيف ديال البوطاغاز او الفرن. كاينين مكونات اللي هما تيكونوا ايضا واجدين، وبالنسبه للناس اللي داخل المغرب فغتواجدوا بواحد الكميه اللي هي كاينه بزاف. فبالنسبه في ايكيا فكاينين البرودويات على حسب كل حاجه بالنسبه للدهون او التكتلات، فكاينين بزاف ديال الاشكال منهم. فاللي مهتم بهاد المكونات ديال التنظيف فيخليوا لي تعليق لتحت وانا غادي نعطيكم الاسم ديال هاد المنظفات. كذلك هنايا عندنا كيفاش الافكار انك ترتبي وتخلي الثلاجه ديالك تكون نظيفه والشكل ديالها يكون جد رائع ومميز. افكار بمنظمات اللي هي بسيطه اللي في متناول جميع السيدات، فهاد المنظمات راهم بواحد الاسعار اللي هي جد مناسبه، ما غالياش بزاف. كذلك هنايا منظمات ديال الادراج، فشي حاجه اللي هكا كتساعدك في التنظيم ديال المطبخ. كذلك هنا شوفوا معايا هاد الشبيكات،
فأشياء اللي هي كتواجد ومتوفرة في جميع البلدان. كذلك هنا منظمات ديال الخشب على شكل مستطيل ومستدير، فمنظمات اللي صراحة جد رائعة ومميزة. كذلك فهي كتوريكم حتى كيفاش انها يمكن لها انها تنظف هاد الاواني وهاد المنظمات بواحد الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة وبلا ما تضيعهم وتخليهم بالفم، يعني كيبانوا بالجودة ديالها كما انها خداتها. شوفوا معايا كما شفتوا نظفاتها ونشفاتها، فهكذا خلاتها وحطاتها في البليصة ديالها. كذلك هنا منظمات اللي جد رائعة، وايضا باللون الابيض. كذلك ان هاد المنظمات شوفوا معايا كتوريكم حتى كيفاش انكم تقدروا تستعملوهم وتاخذوا افكار كيفاش انكم فين تقدروا تنزلوهم. كذلك هنا عندنا واحد القطاعة اللي جد عملية، شوفوا معايا الطريقة اللي هي جد ممتازة وسهلة، فجهاز اللي هو جد عملي. كذلك هنا عندنا منظم ديال حامي السكاكين، وندخلوا لهذا المقطع شوفوا معايا هذه المجموعة ديال المنظمات اللي يمكن لكم تستفدوا منهم وتنزلوهم تحت الحوض. شوفوا معايا بالنسبة لهذا المنظمات لهم من البلاستيك. كذلك هنا عندنا هذه الأداة، شوفوا الطريقة ديالها اللي سهلة كيفاش غادي تقدر أنها تحيد الخملة وتجمع البقايا اللي كتكون عالقة في الأغطية أو الأرض. كذلك هنا فكرة كيفاش أنك تقدري تشدي لاماشين. كذلك هنا عندنا فكرة ديال هاد الشريط اللي يمكن لكم تلصقوا هكذا في المنظمات باش يسهل عليكم تلقاو الحاجة اللي بغيتوها. كذلك هنايا كيفاش تنظموا الخزانة، شوفوا معايا منظمات اللي هي بسيطة لكن هكذا بدورها كتنفعنا. وندخلوا بالنسبة لهذا المقطع كيفاش تصميم ديال استغلال المساحات، شوفوا معايا الفكرة جد هائلة، فأنا شخصيا عجبتني بزاف. شوفوا معايا تصميم جد رائع، فهكا يمكن الناس اللي كيكونوا كيصلحوا المطابخ ديالهم ياخذوا افكار كيفاش انهم يقدروا انهم يستغلوا الحاجات كما هكا. ايضا هنا منظمات ديال الزجاج، شوفوا معايا اللي دخل فيها الذهبي، كذلك البلو الابيض اللي هي جد رائعه، وشكل ديالها ايضا حاجه اللي هي رائعه وبجوده طبعا جد ممتازه. كذلك هنايا كتستعرض لكم المنظمات ديالها والطريقه ديال الاستخدام ديالها وكيفاش انها كتنظمهم وترتبهم. فشوفوا معايا ايضا منظمات اللي جد كيوت، منظمات اللي اغلبيتها عندها باللون الابيض وباللون الذهبي. كذلك شوفوا العلاقه باللون الذهبي، فهكذا كتتناسق الالوان وباش يكون عندها لون تقريبا موحد. ايضا هنا عندنا علب اللي على شكل مستديره مستطيله، ايضا شوفوا معايا بالنسبه للمجوره منظمات اللي هي جد ممتازه. كذلك هنا مجموعه ديال الاجهزه والمنظمات والادوات اللي ضروريه كل مطبخ. كذلك هنا مجموعة ديال الأدوات والمنظمات بالنسبة للسكر والقهوة. كذلك هاد الأشياء راها متواجدة ومتوفرة بالنسبة للناس اللي غيقولوا لي لا ما كاينينش، فهم متوفرين في جميع البلدان، فهاد الأشياء متوفرة في إيكيا. كذلك هاد المنظمات فهي كتواجد بواحد الأثمنة اللي هي مزيانة ما غالياش بزاف. شوفوا معايا الديكور ايضا ديال هاد المنظمات، شي حاجة اللي هي روعة، شي حاجة اللي هي انيقة. شوفوا معايا ايضا بالنسبة لافكار ديال الترتيب والتنظيم والتناسق، شي حاجة اللي هي تستاهل اننا نتعرف عليها وناخدوها افكار للمنازل ديالنا. فكنتمنى ان الفيديو تكونوا استفدتوا منه بزاف وخديتوا افكار للمنازل ديالكم، فما تبخلوش عليا باللايك ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء، فانا نكون ممنونه ليكون هكا كتشجعوني
وتحمسوني باش نبحث لكم على الجديد. وشكرا لكم بزاف بزاف ولهلي خديكم ليا يا اغلى متابعين ومتابعات. هنا ايضا غندخلوا هذا المقطع كيفاش غتنظم الغرفه ديال النوم ديالها، فايضا كيفاش غتلمط معكم السرير او ترتب معكم السرير، وكيفاش غتعطيه الديكور اللي غيكون جذاب وزوين. فكنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وتساينوني في فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.